استعد المسيحيون هذه الأيام للاحتفال بعيد المسيح عليه السلام، وفي هذا السياق فقد تجول فريق من التلفزيون في بعض الأسواق والمحلات التجارية للوقوف على هذه التجهيزات، وكان برفقة الفريق الزميلة منى السكاية، وافتنا بهذا التقرير. يستعد العالم بمختلف شعوبه وأجناسه لاستقبال العام الميلادي الجديد، ويترافق مع ذلك الحدث ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام الذي يصادف 25 من شهر ديسمبر لكل عام، وهو يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد الفصح. ولما يمتاز به هذا اليوم من وقع مختلف عن غيره في نفوس مسيحية، يستعد المسيحيون في تشاد لاستقبال هذا اليوم بحلة جديدة تناسب هذا الاحتفال. هكذا حال الأسواق والمراكز التجارية في العاصمة أنجمينا، وقد جرت العادة أن تتخذ بعض البيوت أزهارا متناسقة تزين بها المنازل ودور العبادات والأماكن العامة، بينما يجهز البعض الهدايا العيدية ليتبادلونها فيما بينهم. فرحة العيد متعة ينتظرونها الكبار والصغار، يفرحون ويمرحون، ويعتبر فرصة للتجار لإخراج بضائعهم التي تكدست بسبب تردد الوضع الاقتصادي الذي مرت به البلاد، فحركة التجار هنا ترتفع نسبة لاقتراب أيام العيد. أتينا تمان شو عم نيجي السنة فاتت ستة لا سنة أربعة دور شو الألف ده ألف وخمسمية ألف دور كيف بس قاعد كم قاعد أي ناس بقى يجوا من ما مش الأول أول لا ناس بقى يجوا كتيرين وأسرى مش الناس بقى ما يجون بروس وعليهم لا كم مارجي بان بس كاشن بان قولي أمور قولي الناس اللي ألقوا بروس لا يجوا بواي واي كل ما نف أنا قاعدين جانا بجون بس. بضعة أيام فقط هي الحاجز الذي يفصل المسيحيين بالاحتفال الذي لطالما ينتظرونه بفراق الصبر، بينما يتمنى الآخرون أن يتأخروا قليلا لكي يكتملوا استعدادهم ويحتفلون به كأقرانهم ممن كمل استعدادهم. ثقافيا، مثل أمس مدير الثقافة بوزارة الثقافة والتنمية السياحية مثل الوزير في افتتاح فعاليات مهرجان جون في دورته 11. المناسبة جرت بساحة تالينو مانو بحي مرسل عباس بكر مصطفى. ساحة تالينو مانو الثقافية تحتضن فعالية الانطلاق الرسمية للدورة 11 لمهرجان جون في الثقافي الذي يشارك فيه عدد من الفنانين التشاديين، وذلك لإبراز مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم الفنية. وبهذا الخصوص أوضح مدير الثقافة مانسي دوا ممثلا لوزير الثقافة والتنمية السياحية عن الاهتمام البالغ لإحياء هذا المهرجان، مضيفا بأن مهرجان جنفي يعد منبرا للفنانين لتبادل الأفكار في قطاع تطوير الفن، مؤكدا رغم الصعوبات والأزمات المالية تم إحياء المهرجان في نسخته 11. هذا فإن مهرجان جنفي يستغرق 48 ساعة بأنجمينا، ومن ثم اليوم 23 في مدينة كمبرا حاضرة إقليم مندول. بعد إطلاق المهرجان فقد زار الحضور مختلف فروع المعرض،